احنا على ابواب شهر رمضان الكريم، وهذا اجتماع تنسيقي بين يعني اعضاء الحكومه باش نواكبوا اولا الاجراءات اللي خصها تكون باش يكون التمويل عادي للسوق، وكيظهر بانه الحمد لله جميع المواد هي موفره، وكذلك باش يكون واحد المراقبه ديال الاسعار والمراقبه ديال الوجود ديال هاد يعني المواد في داخل الاسواق. وان شاء الله احنا كنتابعوا كيظهر بانه كاين بعض المواد اللي هي مستقره، وكاين بعض المواد اللي هي عندها واحد الامباكت ديال ما يقع في العالم، وكاين بعض المواد اللي هي يمكن خصها تكون عليها متابعه صارمه. والحكومه يعني في ما بانت لها شي حاجه اللي هي غير مستقره وغير عاديه راه غادي تكون فيها المراقبه الصارمه والقرارات الصارمه. شكرا.